نفتحه في الموضوع واحنا بنعزيه ولا ما يصحش؟ ما يصحش؟ امال يعني احنا جايين نعمل الواجب ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة. ابدو يا احبائي ان هذا الابن العزيز لديه كلمة، فليتفضل. الظروف صعبة والازمات صعبة. مصر بخير والإنسانية بخير. اهو ده شرب من نيل. شوف بص المنظر وريله كده اهي. النهارده بعد مرور 10 سنوات شايفين الصورة، الأزمات الكبيرة اللي موجودة. ايه؟ صورة فاضحة؟ ونتمنى من الله إنها ما تزيدش أكتر من كده. قدامنا 24 وجزء من 25 وما تستمرش أكتر من كده. العالم كله شايف الصورة. لا فاضحة. أديك قلت إيه؟ يبقى أنت إيه؟ بيجيب صورة فاضحة في الفصل. أكبر كاتدرائية في المنطقة هي وأحدث كاتدرائية في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة. قلنا تبرعات للمصريين للجامع والكاتدرائية. أنا طول عمري تربية جوامع ومقضيها في الجوامع. ليش يا شيخ؟ صدقوا بالله والله العظيم 3 مجالي 10% تبرعات للاتنين. وبعدين يعني طالب إيه يعني؟ دول كلهم 10 مليون جنيه. الأزمة الكبيرة اللي إحنا بنعيشها دلوقتي في منطقتنا، أنا مش عايز أتكلم في مشاكل ولا حاجة. طب يا جماعة شكر الله سعيكم، انفضت الجلسة عشان عبد الحميد مش عايز يحكي. يلا شيخ البلد هحكي يا شيخ البلد هحكي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بدون مبالغة من يوم ما تولى تقريبا ما بيفوتش مناسبة إلا لما بيشارك فيها بقلبه. وإحنا لو فهمنا ده، أنا بتكلم على مش عليكم أنتوا، علينا إحنا، على الرجالة يعني. الرجالة يعني. في يا عم مالك يا عم؟ بتوحد الله يا عم، في مالك يا عم؟ فضل الله سبحانه وتعالى. طول ما احنا حاضر شايف الفرحة في عيون المصريين. حاضر. حاضر طول ما احنا مع بعض. الرئيس بكلمات بسيطة من القلب وبيشارك فيها بقلبه، لأنك لو عايز تعرف الإنسان هتعرفه وهو بيرتجل. وقلت لهم تخيلوا ان انا ممكن اهد مصر ب2 مليار جنيه، فهم استغربوا قوي. ايه اللي هتقوله ده يا كبير؟ تصدق ان انا كمان هادمك مع الناس؟ اللي بيحصل في القطاع، قطاع غزة والضفة الغربية. بقول لكم يا جدعان، مفيش أبدع من القضايا الفلسطينية، من أحلى القضايا اللي الواحد قضاها في حياته. يعني أكتر أزمة احنا بنعيشها كلنا ومتأثرين بيها كلنا أتصور. في مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 إلى 7000 دولار. بيضطر المواطنين لدرج أسمائهم داخل الكشوف في معبر رفح لوضع أسمائهم على لوائح للخروج من معبر رفح. أنا كأني كنت تايه وماشي في الشمس والقضايا الفلسطينية استلقتني ووقفتني في الضلة. الأردن مثلا التي أسقطت 4 مرات عبوات من الجو، ونحن لا نستطيع أن نطير عصفورة فوق خان يونس. وإحنا في مصر لنا موقف محترم إن شاء الله. كلفت نفسك ليه يا حبيبي؟ يعني ينفع عميت اروح احرر فلسطين وارجع بايدي فاضيه؟ خلي بالك الايراني عنده وكيله، والامريكي عنده وكيل، عنده وكيله، والاسرائيلي يبحث عن وكيل. خلي بالك من السطر اللي انا بقوله لك ده. اقامه دوله فلسطينيه منزوعه السلاح، اقامه دوله فلسطينيه منزوعه السلاح، ومستعدين وطرحنا ده يبحث عن وكيل محلي. لو تشوف يا عم ياسر الجمهور الفلسطيني فرح بيا قد ايه. يلا الله في عونك يا شهيد. يلا يا ست رئيس حارب مصر، يلا الحرب، يلا انضم لاسرائيل. فمرحبا بالشدائد واهلا بالازمات. ياسر احنا عايزين احنا مش عايزين ازمات يا ياسر. اهلا ايه هو الرئيس ليه بيقول مش هنحارب؟ او انت دايما كل شويه تقول في البرنامج احنا لن نحارب؟ ايه هتبقى انتوا والامريكان علينا ولا ايه؟ مش نهدى شويه ماشي. قاعدين مربعين ومستريحين كده، وايه يلا يا جماعه نعمل حرب، يلا حارب. تعبكم. يعني ساعات اسمع كده كلام يقول لك ما دام عندنا يعني لا. قلبه الطيب بيطمع القريب، وقلبه الشديد بيفرتك الحديد. هو مش بقول مش هنحارب، بقول ان احنا مش عايزين نحارب. فرق كبير جدا. ما هو انت النهارده عايز تحارب، ما تروح يا سيدي تحارب. هو انتوا مش كنتوا بتقولوا افتحوا؟ ما تيجي الحدود مفتوحه والله. يا هلا خش في رجلك اليمين. يعني كلمه حرب يعني فلوس. وانتوا متعرفين الشباب الفلوس عامله ازاي؟ يا نهار ابيض. فلوس يعني ضغط. وشوف انت بقى الدولار بكام دلوقتي؟ ما تروح تحارب اللي عايز يحارب. ما عندك جيش؟ يلا اتفضل روح. طلعت الطياره برضو الناس اللي ما تعرفش. طلعت الطياره اللي بتشوفها دي بتاخد وقود بقى قد ايه؟ واحد يقول لي طب ما تدوم لنا ان خالد ناكل ايه؟
هو ده اللي خرب البلد دي. دي نظرية بوبس لجدولة الديون المتعثرة وتوفيق الأوضاع. الصاروخ اللي بيطلق تمنه قد إيه؟ الطلقة اللي بتتضرب تمنها قد إيه؟ ما كانش الطلقة بواحد واربعين جنيه، ما تعزوش عليه. هو السؤال دلوقتي دولة مصرية مفلسة. أنا ده مش برضو مش دعوة للخنوع ولا دعوة للانبطاح معاذ الله، لا، إذا فرض علينا القتال ده احنا جاهزين قوي وجامدين قوي. وزي ما بيقولوا كده، يفضل السلاح صاحي، يفضل السلاح صاحي. لكن القصة كلها انه في ناس بتقول هو انتوا امال الجيش موجود ليه؟ الجيش موجود عشان يحمي البلد. فعشان كده احنا لازم نبقى دايما منتبهين. انتباه يا عسكري. مش انتباه بس. الجيش ما بيلعبش، الجيش المصري ما بيلعبش، والجيش زي ما وصفته قبل كده عامل زي الفيل. اسف يا فندم، انا رجل عسكري، انا مؤسسة عسكرية مقاتلة. عامل زي الفيل، لو اتحرك هيدهس العشب. يا ريس انا عملت الفيل ده 100 مرة، خلاص جبت سقف الفيل مش طموحي. انا بحكي الحكاية ديت ليه يا دكتور مصطفى؟ استنوا بقى، انا هقول لك على كل حاجة فيه. وانا اسمح لي اقول لك ان انا مواطن مصري نشأت في حي جنبا الى جنب مع اليهود في مصر. ايوه، واحنا قاعدين كل رئيس جاي بيحاولوا يتفقوا معاه على وجوده. يبحث عن وكيل محلي. مساء الخير. ما تجيب سينا بقى. طب ما تخليك حلو، هات سينا بقى. طب ما تيجي نعمل ديل في سينا بقى. ما تيجي اخدك في سينا بقى. دعونا ننسى اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديده. كل سنه وانتم طيبين. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. بيتكلموا على انك مطلوب منك 42 مليار. المليارات عندي ملهاش قيمه بالمناسبه، للي بيسمعني عارف الكلام ده. الصلاه الصلاه، هو ده الشغل يا دكتور. انت مطلوب منك 42 مليار في حاجات كتير. ما تتضايقش، ادفع بقى. عندك تسدد منهم شويه، وفي منهم 24 مليار مش معاك، لازم تجيبهم. ده لازم يجي بالايه؟ يجي بالايه؟ بالسلف. بالسلف. بس انت كده جاي على نفسك ياما. بص يا عصفور، الحمد لله انا اخر حاجه تهمني الفلوس. الفلوس؟ حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. اهم حاجه في الدنيا فين الفلوس؟ هل ده حاجه انا بقولها قبيحه مثلا، او حاجه حضراتكم تضايقكم؟ هذه دوله عندها نقص في الموارد الدولاريه. الرئيس السيسي نصا بفضل الله، بفضل الله الناس اللي مخزنه الدولار هتجري بكره على البنوك تفك. بقول كلام على لسان رئيس الجمهوريه. الدولار ده انا اطرحها، انا بقولها. ما يمكن يكون العمده يعني راجل كريم ومخليكم تتناقش. بقول لك ملوش لازمه. هتيا غششنا كده شويه. ازمه الدولار محل اهتمام ونقاش موسع طبعا. في مجلس الوزراء طبعا. وبتناقشوها ازاي الدولار؟ طب انت خلصت الاحتياطي بتاعك، مفيش فلوس تجيب بيها، مش كده؟ لو تعبان مد رجلك انت كمان على كتفك، وتعالى انت بعد في ودني ما يخربت. دلوقتي بقى ممنوع منعا باتا اي قروض دولاريه. طب هو السلف ده عشان خاطر عيون الدكتور شاكر، ولا عشان خاطر عيون بلدنا؟ بتتكلموا عن حل اللحظة. عشان خاطر عيون بلدنا، يبقى بلدنا كلها تقف كده، تقف كده، تاخد نفس عميق عشان تسدد ايه؟ سلفها وتسدد ديونها، وتفكر في الايام الخرا اللي جايه انت داخل عليها. بس حقيقه الامر اللي انتوا كلكم مش عايزين تتكلموا فيها ولا تفهموها، وعندكم حاله دهشه غير مفهومه، انه مفيش دولار. انا بقول لكم الدوله دي مش هتطلع لقدام الا بتحطيم الفجوه بتاعه الدولار. متفائلين في الحكومه ان الازمه دي تنتهي ان شاء الله قريبا، ولا قريبا جدا؟ عايز تقول حاجه؟ لا صحيح، لا خد. ايه دايما تسحلي معك في التفاهه، خد التجيله مثلا على 30/6 او 6 شهور من دلوقتي، يمكن اكثر. حلو، لسه بفكر. قدامها سنه حتى يمكن استيعاب الفجوه. هقعد سنه يمكن اكثر، لسه بفكر. يعني يوم ما جيت كلمتني على الكهرباء فقلت لك ايه؟ مفيش دولار. واحد تاني يقول لك ايه؟ اتصرفوا بقى. اتصرف ايه؟ اكتر من كده سلف؟ اكتر من كده سلف؟ عارف ايه احسن حاجه فيك يا دكتور؟ انك متدين ياما وبتتقي ربنا مع انك ما بتصليش. الرز بكام؟ المفروض يبقى بكام؟ الرز
في الحلة مش في الحل. أنا في البداية قبل ما أقول رز بكامل عايز أوجه رسالة للمواطن المصري، الوقوف بجانب الدولة المصرية النهاردة ضرورة ملحة. إيه وأنا عرفت أنت مين؟ مش أنت اللي كلمتني من قيمة أسبوع؟ أنا فعلا كلمتك من أسبوع. إحنا مش هنقيس حبنا للوطن من بعد ارتفاع الأسعار ونزول الأسعار. أنا ما أفتكرش حد هيقدر يعمل أكتر من اللي إحنا بنعمله. الرز النهاردة مثلا ب 32 جنيه ناس، هو فعلا غالي. يا ما انت كريم يا اني معاك اني جاهل. انت جاهل فعلا، خسارة. البقالة بتغلى كل اسبوع، كل اسبوع الجبنة بتغلى. محدش هيقدر يحل المسألة ولا انا. طب ارحموني بقى، ارحموني بجد والله العظيم، حرام عليكم. الحمد لله اني رابط دماغي. محدش هيقدر وخلاص ارضوا بقى. عنده عايز دولار يشتري قمح، عايز دولار يجيب دواء، عايز دولار. هتقولي طب وهو ليه ما عندوش كتير؟ ارجع بقى نجيب سيرة ابو زيد من الاول. توقفت الشركات عن الاستثمار عندنا، الانتاج تراجع، بنشتري بالدولار معناش. طب هنعمل ايه؟ نجيب الربابة بقى ونقول اصل كان فيه كذا، انما النتيجة عايز تعرف السبب يعني؟ كلمتين، مفيش دولار، مفيش. ياه الحاجة الوحيدة اللي تاهت عندي. الوحيدة؟ ده انت تايه على طول، ركز معايا. الجبنة انا ما بتكلمش على حاجة حاجات ولا لا مش عارف. طب الفول بكام النهاردة؟ جمرة كرسي بتشوف ده، احنا الفول طوحنا وده، احنا الفول طوحنا وده. سندوتش النهاردة الفول او الطعمية اللي كان باربعة بقى بتمانية جنيه النهاردة. ده ماله يا سيدي؟ اللي يسرق ما يتوهش. أسعار الذهب مالها؟ الرئيس السيسي فرصة ذهبية نادرة. شكلك بتفهم وجايلك في كلمتين يستاهلوا تحضر ميزانك. الذهب على رأي المثل أو على رأي الجملة الشهيرة، اوعى القطر يا عم الحاج. الذهب راكب القطر وشارف. وكل ما تقعد مع حد يقولك تعرف الجنيه بكام؟ عدى 13,000. ماشي عيار 24 مش عارف 3400 3500، يعني ارقام الجنيه الذهب. جنيه الذهب النهارده ب 24000 جنيه. عدى 13000. ماشي انت دماغك دي طلعت ذهب. لا ما هو مش كل اللي بيلمع ذهب يا شيخ لبلوب على راي المثل. وبقول تاني، الناس اللي بتشتغل مع الرئيس، بقول الناس دي محظوظه ان هم شغالين مع رجل بهذا الفكر وبهذا بهذه المرونه فكفايه كده وبهذا الوعي وبهذه القوة. انتوا محظوظين شغالين مع حد نشيط. الأخصام طلعوا عليا اشاعات كده ان انا نحسي يعني وادمي فقر يعني على الناس. نحسي ايه؟ اوعى تقول على نفسك كده، انت جميل. الناس اللي بتتفرج علينا بتقول انا حياتي صعبة، انا الأسعار عليا صعبة. بالمناسبة، هل انا في البداية خالص لما جيت اتكلمت معاكم قلت لكم اوهام؟ انا حياتي هتتحسن امتى؟ لا ما انا لو قلت لك هضطر اقتلك. وسؤال انا بنفسي سالته للرئيس السيسي وحينها كان المرشح عبد الفتاح السيسي 2014، حياته سنتين. سنتين؟ طبعا. الجرأة حلوه مفيش كلام. هو وقتها قال سنتين، يعني هو وقتها الرئيس قال امامنا سنتين لتتحسن الامور. السؤال، حضرتك وعدتنا ان الظروف الاقتصاديه والمعيشيه هتتحسن واننا هنديك فرصه سنتين وبعدين الامور هتتحسن، واحنا ما شفناش اي تحسن، يعني احنا بنسرح. خلاص يا سلطان، انا عرفت اللي حصل. في ايه؟ في محشي. ما تحترم نفسك يا ادو، ما تهزرش الهزار السافل ده. على فكره في محشي انت تاخد علينا. يلا متى الناس بتسال؟ الناس العاديه اللي بتتفرج علينا، انا حياتي اتحسنت. طب حد يقول لي الله، طب يبقى احنا بقى لما احنا غلطنا ان احنا قمنا على الناس اللي كانت موجوده، مش كده؟ حد يقول لي كده؟ قول لهم كده. استنى قول لهم كده. اتكلم شويه. اتكلم ازاي؟ اقول لك لا، مسكتني من ايدي اللي بتوجعني. شغل جوه ده يا شبح. الموضوع ان الناس ما كانتش منتبهه ان هي عندها ازمه كبيره جدا، ما تقعدش تتخانق مع الشعب ومع مؤسساته وتدور على حل لمشاكلها. اللي ما نجحش مع الرئيس السيسي لن ينجح، لانه انت عندك رئيسك فاهم وواعي وامين، اشتغل ومغطيك. نتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعوه ان يخلي العام ده نهايه لفتره صعبه. روح يا شيخ، ربنا يجعلها اخر الاحزان. خمسة بالحب. العيب مش فيكم، العيب في النظام.